بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من يستفتونك. خلال ال 24 ساعة اللي فاتوا أكثر من 700 يعني شهيد سقطوا في غزة، 300 أو أكثر من 300 منهم من الأطفال. المجزرة ما زالت مستمرة، الاعتداءات الغاشمة من الاحتلال ما زالت مستمرة، والعالم أعمى يرى المجزرة ويسكت بل ويدعم القاتل، وما زال العرب يكتفون بالتجديد أو التنديد والشجب والإدانة، ولا حول ولا قوة إلا بالله على هذا المشهد اللي احنا عايشينه حاليا من الخزي والعار. على سياق آخر وفي خبر إيجابي، الفنان المصري محمد سلام اعتذر عن مسرحية كان المفروض أنه هو هيأديها خلال موسم الرياض يوم 30 أكتوبر بسبب أو تضامنا مع ما يحصل في غزة من مجازر بحق الشعب الأعزل المدني هناك. سلام استغرب من عدم تأجيل موسم الرياض خلال الأحداث الحالية زي ما حصل في مهرجان الجونة مثلا في مصر، وطبعا ده موقف محترم من الفنان. خلينا نشوف اللي هو قاله في هذا الفيديو ونرجع مرة تانية. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن شاء الله المفروض بكرة هسافر الرياض عشان أعرض مسرحية زواج اصطناعي في موسم الرياض. المفروض إن هي مسرحية كوميدية وفيها أغاني وفيها استعراضات، والمفروض إن احنا هنعرض إن شاء الله يوم 30، وهنعرض في وسط الأحداث اللي بتحصل في غزة. فأنا مش متخيل الصراحة يعني إن أنا هروح أعمل مسرحية وهزر وغني وارقص وإخواتنا في فلسطين عمالين يتقتلوا ويتذبحوا ومفيش حاجة بتحصل لهم. أنا مش هقدر أسافر طبعا. وليه بقول الكلام ده في آخر لحظة؟ المفروض إن احنا نسافر بكرة إن شاء الله. أنا كنت على أمل طول الفترة اللي فاتت ديت، يعني لما حتى حصل تصاعد في الأحداث كنت على أمل إن الموسم مثلا يتلغي يتأجل زي مثلا ما حصل في مهرجان الجونة هنا ومهرجان القاهرة، أو يحصل إن الموضوع يهدى هناك في فلسطين في غزة، موضوع يهدى والناس تتدخل ونهدى يعني شوية ونقدر نعد، بس ما فيش حاجة بتحصل. الحقيقة موقف محترم من الفنان محمد سلام، والقضية الفلسطينية حاليا وما يتعرض دي أهلنا في غزة وفلسطين بشكل عام محتاجين من كل واحد مننا وقفة جادة ودعم معنوي وبكل ما نستطيع هذا الدعم يعني، وطبعا بالتأكيد المؤثرين الفنانين الرياضيين كل من هو له جمهور أو مشهور يكون أو تكون المسؤولية عليه أكبر ويكون الموقف منه يعني أكثر احتراما ولي يعني كثير من التحية على هذا الموقف اللي وقف فيه، رغم أن هذا الموقف قد يكلفه أو هيكلفه كثير من الخسارة المادية أو غيره، لكن إن شاء الله لا يضيع شيء عند ربنا بإذن الله. خلينا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عصام تليما من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك دكتور. أهلا سمك الصالح والمشاهدين الكرام. أهلا بك. الحقيقة موقف مشرف من الفنان محمد سلام، فيعني رأي حضرتك في هذا الموقف وما الذي من المفروض أو إيه المفروض اللي يعمله المشاهير الفنانين الرياضيين في هذا الوقت لأهل غزة وفلسطين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد. الحقيقة طبعا هذا موقف مشرف وموقف بطولي ورجولة من الفنان محمد سلام في اتخاذه قرارا، ويعني ظل فترة يتردد في هذا القرار، ومن الواضح جدا أن يعني الشخص الرجل عنده ضمير يقظ وحي يقلقه ويعني يقض مضجعه، فإذ به يقرر عدم الذهاب. لما نلاحظ في الرسالة اللي قالها الصوتية لاستشهاد بالآية وبدأ بها دلالة على الحيرة والاضطراب، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، يعني تردد. هو قال حتى في الفيديو ترددت وعدت أسأل وضميري مش مريحني، سألت أصدقائي قالوا لي أنت فنان وأنت كذا، معناه هناك ضمير حي بداخله، هناك يعني روح يقظة ونفس يقظة لوامة تلوم نفسها وتؤنب نفسها. أيضا هناك إشارة لا تخفى، التيشيرت اللي لابسه عليه صورة الملاكم المسلم الأمريكي محمد علي كلاي،
وده لها دلالة يعني، سواء قصد ما قصدش في النهاية مقصودة. والفنان محمد علي كلاي كان اعتذر عن المشاركة في الحرب في فيتنام وسمح له بذلك، أو هل مقصود أن يوجه لكمة معنوية إلى المطبعين وإلى الذين هم لا يستشعرون قيمة ما يحدث في غزة ومع أهلها؟ كل هذه معاني واردة. المعنى الثالث المهم أيضا أنه قال في الرسالة، طيب يعني حسيت أن أنا لو رحت هبقى بشارك في قتلهم، وده دلالة على أنه يشعر أن قيمة الإنسان تنبع من مواقفه والصمت والمشاركة والإلهاء. وقال طيب أنا فنان وظيفتي أضحك الناس، بس اللي محتاج يضحك ناس ثانية، يقصد أهل غزة. وقال جملة أخيرة مهمة، طب إيه اللي يحصل؟ هيتقطع عيشي؟ هموت من الجوع؟ لا مش هموت من الجوع، اللي بيموت من الجوع واللي بيموت في حتة تانية. واضح أني قضية غزة وأهل غزة والأطفال والنساء والشهداء قضية سيطرت على كينونة وعلى فكر الفنان محمد سلام، فلذلك أصبح كل ما يصدر عنه في هذا السياق. وهو قال إني كان منتظر إن يتلغي المهرجان، يتأجل، يبقى أسوة بمهرجان الجونة والقاهرة، ودي تحمد الحقيقة للناس في مصر إن هم أجلوا هذه المهرجانات، هذا يحمد لهم، يشكروا عليه. كان الأولى بالمملكة العربية السعودية أن تسير على خطاها، لكن للأسف من يومين بيعملوا حفل كاس عالم للبلايستيشن والألعاب الإلكترونية، وبعد كم يوم مهرجان الرياض للترفيه. كلام طبعا لا يليق أبدا بحجم وثقل وتاريخ المملكة العربية السعودية. الناس كان أولى بها أن توضح وأن تؤجل، والدنيا لن تطير وإلى وقت آخر، لكن سيكون موضع استهجان شديد جدا. الرجل عرض حياته ومستقبله وعمله إلى المخاطرة، لأن معروف أني غالبا تركي آل الشيخ والمملكة العربية السعودية والمشرفون على هذا المهرجان لن يفوتوا هذه الفعلة لمحمد سلام، وأصدقائهم في القاهرة نفس الحالة، وهو يتوقع ذلك. ولذلك ردود الأفعال اليوم مهمة في مخرجين وفي لن أذكر أسماء يعني، لكن معروفة أسماء من كبار المخرجين ومن كبار الكتاب وكبار الفنانين دعموا خطوته وبيّنوا أنه ربما تعرض لمشاكل، لكن في النهاية أثبت الرجل أنه رجل بمعنى الكلمة، أنه يقف مع قضايا أمته، وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أي نعم. طب هنا نقطة بقى شيخ عصام، لأن طبعا أنت أشرت ليها بس هي مهم أن احنا نبرزها، هي مسألة رد الفعل خاصة في السعودية على ما يحدث في غزة وفلسطين. طبعا المملكة العربية السعودية يعني لها وزن كبير ومنتظر منها الكثير بناء على هذا الوزن يعني، وطبعا يعني فيها الحرمين الشريفين وما إلى ذلك. تفسير يعني حضرتك لهذا الموقف المتخاذل للأسف من السعودية؟ للأسف طبعا بعض الناس يظن أنه هو عشان يغير وجه السعودية كما كان يعني يتصورون من قبل المتشدد يحتاج إلى يعني تسيب. يعني المسألة وسط يا أخوانا، لا إفراط ولا تفريط، ولا تشديد ولا تشدد ولا تسيب، إسلام وسط بين هذه الأمور. فطبعا هم أنت عارف الإنسان لما يبقى يعني يواجه تشددا يذهب إلى تشدد أشد في الأقصى في الجهة الأخرى. وللأسف الآن الأمور ومقاليد الأمور بيد من يفكرون هذا التفكير للأسف. طبعا التصور أنه هو مش معني بهذه القضية. وبالمناسبة يعني موقف السلطات السعودية من القضية الفلسطينية يعني وخاصة من يعني أهل المقاومة والنضال تحديدا موقف فيه شيء من السلبية من أيام الملك عبد الله، لأنهم رفضوا مبادرته التي تسمى بالمبادرة العربية، لأن رأوا فيها يعني تفريطا في الأراضي الفلسطينية، ولذلك متوارث هذا الأداء وهذا السلوك. لكن لهذا المستوى لا، هذا مستوى جديد على السياسة السعودية، ونتمنى أن تعود إلى سابق عهدها كما في حرب أكتوبر والملك فيصل
منع البترول والتضامن مع العالم العربي والإسلامي الذي ظل العالم يحملها منة وفضلا للسعودية في هذه الحرب. هنا نقطة أيضا، مسألة مراعاة شعور الشعوب. يعني أحيانا بعض الحكومات تراعي الموازنات الدولية والقوة، ميزان القوة في العالم وما إلى ذلك، وتنسى أهمية الشعوب ووجدان الشعوب. هل الرهان على الشعوب يعني رهان ناجح، أم الرهان على هذه القوة والموازنات أو التوازنات في الدول اللي بتاخد مواقف يعني تجاه غزة؟ يعني الأصل في الرهان على الشعوب، لأن هؤلاء هم شعبك، ولا مانع من الموازنات مع الخارج، لكن بشرط ألا تجور على حق هذا الشعب، وعلى ألا تصطدم بهذا الشعب. وكل من عارض إرادة الأمة كانت النتيجة صعبة جدا. السادات قال كان بديفيد، وبعدين اغتيل في عقر القوات المسلحة. طبعا لا أقر ذلك، لكن أقول لك أن إيه رد الفعل مبارك اللي كان كنز استراتيجي لإسرائيل، مظاهرات عارمة حينما عارض الإرادة الشعبية، وهكذا. وكل حاكم سيعارض الإرادة الشعبية سيكون هذا مصيره العزل. الإرادة الشعبية والشعب هو الذي يضغط الضغط الحقيقي. شفنا في الأيام الماضية كان اللاعب محمد صلاح لم يتجاوب، ساكت. ما الذي أجبره ومن الذي أجبره على الكلام؟ خوفه على فقد الجماهير والشعبية والحاضنة الشعبية. الممثل محمد رمضان نفس الحالة، رغم أن مواقفه طبعا من قبل مواقف زبالة يعني في التطبيع. طيب فلان أذكر لك أسماء، كلهم يخشون من الجمهور وسخط وغضب الجمهور في قضايا كبرى كقضايا فلسطين. فالأصل الإنسان يعني يرضي أولا يرضي ضميره ودينه، وأن يتسق في قناعاته واختياراته مع اختيارات أمته وشعبه. أي نعم. حضرتك أيضا أشرت لمسألة محمد علي قضايا يعني ورفضه أنه يروح يحارب في فيتنام، وده الحقيقة شخصان بيخلينا نحط نقطة على مسألة موقف المسلم من الانحياز الأعمى أو التبعية العمياء إلى الغرب، أو إلى مثلا القرارات الجامعية اللي فيها ظلم للآخرين. فهنا نقطة بقى دكتور، اللي هي مسألة يعني ربما الدرس المستفاد مما حصل خلال ال 17 أو ال 18 يوم اللي فاتهم، هي مسألة أن الزيف انكشف وأصبح الحق واضح والبطل واضح والنفاق أزيل وكل الشعارات أزيلت. فكيف يتميز المسلم في هذا العالم ويكون له شخصيته اللي يسير يعني في رحاب القرآن خلفها؟ الأصل أن المسلم لا يتبع في مواقفه سين أو صاد، بل ينظر إلى الحق فيتبعه. وذلك الإمام علي كلمته العظيمة: لا يعرف الحق بالرجال، ولكن اعرف الحق تعرف رجاله. هذا هو الأصل. إنسان يسير وراء الحق، وراء نصرة المظلوم، وراء منع الظالم من الاعتداء. ولذلك من المفاهيم العربية المغلوطة كان هناك من أقوالهم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم وقالها في الحديث الصحيح. فقال رسول الله: ننصره مظلوما فكيف ظالما؟ قال: أن تأخذ على يدي، يعني تمنع الظالم من الظلم. هذا موقف المسلم. حتى الغرب الذي منذ أول هذه الحرب وقف متخاذلا متعاميا، ومع ذلك دارت الأيام ورأينا غربيين يطلون برأسهم ليقولوا الحق. في أول أسبوع كان كلام بسيط محدود، الكل خايف، لكن واحد اتكلم اتجرأ، واللي بعده واللي بعده واللي بعده، وهكذا كرة الثلج تدحرجت وأصبحت ضخمة وكبيرة وعصية على الذوبان، وأحدثت فعلا مهما. يوميا ننظر بالله فيديوهات لغربيين لمواقف لكذا. والكيان الصهيوني اليوم وأمس ساخط على يعني سكرتير عام الأمم المتحدة، وإنه لازم يستقيل. ليه؟ لأنه قال الحق بوضوح. واليوم رأينا أيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطابه تصاعد وأصبح أقوى مما كان من قبل. كنا نأخذ عليه خطابه السابق، اليوم ألقى خطابا تاريخيا مهما. ومن قبل حليفه في حزب المهبي، ومن قبل أحمد داود أغلو، وهكذا. فكل هذه المواقف أولا فيها ميزة. ميزة أنك أنت لما بتتخذ موقف، طبعا يظل السبق لمن يقف وحده، اللي يبدأ الأول ده له السبق.
الفضل دائما للأول وإن أحسن وأجاد من يليه. السابق سابق، وفي مصر يقول دائما الألم السابق سابق. لكن ميزة لما واحد بيقف يقول كلمة حق بيجي وراه واحد واثنين وثلاثة وأربعة، اليوم الكل بيتكلم، معظم الناس بتتكلم. ورأينا يعني تويتر يعني من يومين شال العلامة الزرقاء من على ناس تقول أكاذيب في هذه الحرب من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي. لماذا؟ لأن خلاص الدنيا في قنوات إعلامية غربية وغيرها، لما حد يجي يقول شائعة والله إذا يغتصبون النساء وقتلوها، لا 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 معلش شايفين هذا كذب. الجمهور نفسه يواجه المراسلين، خلاص كما قلت كرة الثلج تدحرجت وكبرت وأصبحت عصية على الذوبان، تحدث حراكا هائلا. الآن مين اللي بدأ ده كله؟ واحد اثنين ثلاثة. الأمر المهم هنا استطارق ما نستقلش بنفسنا. ممكن كلمة تقولها لا تستقل منها، ما تقللش من شأنك ولا من نفسك. باسم يوسف في لقاء كم، محمد صلاح بكلمة كم، ملايين ويخاطب غربيين. الشاهد أن الكلمة لها مضمونها ولها دلالتها ولها خطورتها في الحق والباطل. بالمناسبة في الحق أو الباطل الكلمة معول، إما أن تبني وإما أن تهدم، يا معول هدم يا آلة بناء. فلا بد من أن الإنسان ويقول الكلمة. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما ربنا أمره وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يتنم كل فجر، أمروا ربنا بالأذان للحج، فقال يعني فين؟ قال أذن، عليك الأذان وعلينا البلاغ. إذن الشاهد الإنسان يقوم بدوره ولا يعلم أين تصل هذه الكلمة. الإنسان قد يظن، وتلاقي ساعات واحد كاتب بوست تغريدة عامل فيديو دقيقتين وكبيره كام واحد من أصدقائه اللي على صفحته، بسيط، فجأة تلاقي ملايين، وده شير وده شير وده عمل. فجماعة احنا مش شوية، مش قليلين ومش ضعاف. ورأينا كيف أن هؤلاء الأبطال الصناديد في غزة الذين يحمون بلادهم بأدوات بسيطة يدافعون عن أوطانهم. العالم اجتمع بمعظمه بقضه وقضيضه وترسانة من السلاح لدى الكيان الصهيوني في بقعة صغيرة جدا وعدد كبير جدا من البشر يواجه القتل للأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين، ومع ذلك يعني وقف وقفة الأبطال. فلا نستقل، صورة تغير شعور إنسان، فيديو، كلمة، أي دلالة معينة ما دمت تتحدث باسم الحق. القصة هنا مش قصة إنك قوي أو ضعيف، لا، أنت أي قضية متبنيها، اللي بيتبنى قضايا الحق ينصر ولو كان. فالحق قضية يعني ناجحة، المهم المحامي الذي يتولاها هل هو محامي فاشل أو محامي ناجح. أي نعم، جزاك الله خيرا شيخ عصام. ندخل إن شاء الله على الأسئلة والاتصالات الهاتفية والرسائل إن شاء الله. معنا الأخ علي من ليبيا. أستاذ علي تفضل. أستاذ علي سمعنا من الهاتف لو سمحت، تفضل. أيوة سمعينك، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شن حالك يا شيخ؟ الحمد لله. يا أخي والله أنا عندي نبي نخش في شوية مشاركة بسيطة، نبي نبين فيها حاجات. بالنسبة لي هذا الحاكم مصر هذا تم إعداده بشكل ممتاز، يعني زي ما يقولوا الإخوة المصرية ما يخرش المية. ويعني شنو يعني احنا الاخوه المصريين وخاصه القوات المسلحه المصريه، مصر زي ما يقولوا اقتصادها بدي على قاعده صلبه، يعني بقى على الحديده زي ما يقولوا. يعني شنو والله لو جابوا اخيب واحد في العالم علشان يعمل كده في مصر ما يعرف يديرها. يعني حتى في الخراب فن، فنان درجة أولى على قمة فنانين مصر هو يجي.
فنحذر القوات المسلحة أن الخطر الكبير للأمن القومي المصري جاي من الشخص هو اللي اسمه بلحة. تحذير شديد، رأي مصر خرابة. أنتم يا قوات مسلحة، أنتم يا مصريين، أنتم مصيركم مصير بلادكم في كفة ومصر في كفة تانية، وعدوكم الرئيس الأول مش إسرائيل، توا حاليا عدوكم هذا اللي اسمه بلحة. والله العظيم طيب، والله العظيم طيب، إلا جاي إلا بنية سيئة لتخريب مصر. طيب احنا بنشكرك أخ علي، شكرا جزيلا. عامة دكتور، احنا طبعا بالأمس اتكلمنا على مسألة ان الامن القومي المصري الحقيقي بيبدا من 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 هناك، من فلسطين طبعا، وهو امر واضح ومعروف لكل العالم يعني. بس هو الاخ علي يعني يبدو شايل شويه يعني من مساله عدم نصره اهل غزه في هذا الوقت. وطبعا مصر لها خصوصيه كبيره، لان مصر هي الام وهي الاساس يعني. نعم، معه يعني حق في هذا العتاب، لكن طبعا يعني شعوبنا لا تملك من أمرها شيئا، شعوب مستضعفة مستذلة. يعني عندنا العسكر الذي يحكم في كل بلادنا، حتى بلد ليبيا من قبل ما كان القذافي عسكر خرب البلد، بلد مليانة خير لا تجد فيها خيرا، الطرق مكسرة والدنيا والظلم والإعدام على كل شيء صغير وتافه، وأي حد يعني يتبنى فكر معين يقول لك من تحزب فقد خان ويتشنق. فهذا حال بلادنا للأسف، السودان، مصر، سوريا، ليبيا، بلاد كلها للأسف، واليمن من قبل كلها يحكمها عسكر، وأخيب ناس في هذا العسكر. يا ليت حتى عسكري يعني عنده مشروع، يا ليت ما عسكري عنده حرص على البلد، لكن للأسف يأتي أسوأ من فيهم وأفضل من فيهم، يعني يحالون على المعاش أو يضيق عليهم ويمنعون. الأصل طبعا أن احنا غزة عمق استراتيجي وأمن قومي لبلادنا، نعم، وحتى ليبيا وحتى البلاد المجاورة لبلادنا، دول بالنسبة لنا أمن قومي، فلا بد إن إحنا نحرص على أمننا القومي. مهنا أخ سائل شخصان بيقول إن أنا عايز أوصل رسالة إلى أهلنا في فلسطين، إن الشعب المصري معكم قلبا وقالبا، وإنه يتأسى وحزين عليكم في هذه المؤامرة العالمية التي شنت عليكم، ولا تنتظروا من قادة مصر التحرك حسب ما هو كاتب يعني في السؤال، لكن الشعب معكم ويدعمكم. يعني مسألة الشعوب يعني ويعني عاطفة الشعوب في هذه الأوقات شيخ عصام، وفي نفس الوقت عدم القدرة على أخذ فعل رد فعل عملي يعني رغم كل هذه العاطفة. نعم الشعوب طبعا يحب بعضها بعضا كما ذكرنا في كل حلقاتنا السابقة. الشعوب تحزن على بعض وتأسى لبعض، والنهاردة ما احنا اتكلمنا عن موقف الفنان محمد سلام، ومن الشعب مش في سلطة، والذين أيدون الشعب إلا يحاربوا إلا يهاجموا إلا يزيوا في أكل عيشه، هي السلطة، السلطة التي لا تحب مثل هذه المواقف، يقول لك أنت بتحرجنا، أنت يعني أكثر منا وطنية. طبعا فإخواننا الشعوب العربية كلها يحب بعضها بعضا، لأنها شعوب في النهاية تجمعها عدة عوامل مهمة: دين واحد إسلام، قبلة واحدة الكعبة، كتاب واحد القرآن، لغة واحدة اللغة العربية، وبقعة جغرافية واحدة وهي الدول العربية. فنسأل الله لهذه الدول جميعا الأمانة والسلامة والعزة والكرامة. اللهم آمين. معنا الأخ إمبابي من مصر. إمبابي تفضل. السلام عليكم أستاذ طارق. عليكم السلام ورحمة الله. والله أستاذ طارق أنا عندي سؤالين، بس السؤال الأولاني هو بالنسبة للشيخ الأزهر، ربنا يبارك فيه يا رب، والخطاب اللي عمله دوت يعني خطاب ممتاز جدا، ولكن هو سؤالي هنا للشيخ عصام، لماذا يعني لم يتوجه مباشرة كده للجيش المصري أو جيوش العربية تحركوا ووقفوا الضرب؟ يعني هو الخطاب أنا فيه توجيهة، ولكن لماذا يعني هو توجيهه على طول مباشرة للجيش المصري، تحرك يا جيشنا المصري دافع عن أهلنا في غزة وكده والكلام ده كله، لأن ما ينفعش كده، وقفوا الضرب أو دخلوا مساعدات، يعني ليه ما يبقاش الخطاب من شيخ الأزهر مباشرة كده؟ السؤال الثاني حضرتك، هل في الشرع والدين إن مثلا أما الجيش المصري يضرب على الحدود في رفح، هل في الشرع في حاجة اسمها معلش يعني ما حد يتصاب ولا يضرب ولا يموت ولا يجرى له حاجة، يقول الجيش المصري يقول معلش، أو المسؤولين يقولوا له معلش ولا يقولوا له معلش وخلاص الموضوع ده انتهى،
عادي كده في، يعني انا اعرف مثلا، انا على قد حالي بس اعرف في ايديا، في مش عارف ايه الكلام اللي ربنا قال عليه، انما هل في الشرع في، معلش ان انا ممكن اعور واحد واصيبه والكلام ده كله وما ردش له، خصوصا لما اكون زي زيه، يعني جيش ضرب جيش والكلام ده كله، هل ده موجود في الشرع؟ تمام. طيب النقطة الأولانية يا شيخ عصام، عند الأخ إمبابي بيتكلم على مسألة شيخ الأزهر ولماذا لم يوجه خطابه أو يخص في بياناته الجيوش العربية أو الجيش المصري. وهل الجيوش العربية تتحرك من نفسها؟ في حد شاف الكلام ده؟ أو في العالم كله هل الجيوش تتحرك من نفسها إلى الإجراء انقلاب؟ وفي الناس مو انقلاب، يعني حدش بيقول الانقلابات يعني. طيب لا، لا تتحرك من نفسها. طيب إيه فائدة إن شاء الله تقول لك على الجيوش أن تتحرك؟ ما حدش يتحرك. يبقى إيه؟ كلام بلا داعي بلا قيمة. فإخواننا خلينا منطقيين واقعيين، إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. الجيوش يأمرها الحكام، السلطة التي هو يعني قائد القوات المسلحة، القائد الأعلى للقوات المسلحة هو اللي بيأمرها، أو وزير الدفاع. إنما شيخ أزهر ولا أسيس ولا مواطن مهما كان درجته لا يملك أبدا إن هو يعني يأمر أحدا أو يكلف أحدا بذلك، محدش فيه الكلام ده، فلاش نضحك على نفسنا يا إخواننا. أي نعم. النقطة الثانية يا شيخ عصام، مسألة التأسف الاحتلال لما قصف نقطة حدود وعور 9 جنود مصريين وضباط يعني، والأخ إمبابي بيسأل على مسألة التأسف دي، يعني هل المسلم هو قادر على الرد يعني يتأسف أو يعني يقبل الأسف عفوا؟ هنا لو كان الذي أخطأ مخطئا وليس عن عمد ثم اعتذر، إن صح اعتذاره هو خطأه خلاص أعفو، يعني ما المطلوب مني؟ أنا بتكلم النهاردة بإنصاف يا أخوانا، يعني في المسألة لابد أن نبقى منصفين. حدث عدوان من دولة عدو أو عاملة معاهدة سلام معاك، أنا بالنسبة لي عدو، تمام، حصل عدوان أو خطأ، قالت أخطأنا واعتذروا، أنا كقيادة مصرية أو كمسؤول وأنا كمواطن شايف ده إيه، والله قدر المسؤول فعلا خطأ، طيب المطلوب لا شيء، اعتذر خلاص اعتذر. لا انا كشاكك، لا مش 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 حقيقي، لا ده اعتداء عن عمد، عندئذ يجب الرد. لو عن عمد او عن استهانه او عن عدم اعتبار للكرامه، انما منين يا اخواننا نجيب ان هو مقصود بكان ده او لا؟ دي مساله يعني حماله اوجه. فان كان فعلا عن عمد وطرمخ السلطه معناها تاثم لانها صمتت عن حق لهذا الشعب. كان فعلا عن خطأ واعتذروا خلاص هو خطأ، يعني لا نستطيع ان احنا نحمل احدا او نعاقب احدا على خطأ صدر منه عن غير عمد، وان كان معاديا وان كان محاربا لازم يقدر الخطأ في اطار الخطأ. وهو هنا بقى شيخ حسام، قبل ما ندخل للاخ المتصل الثاني، هي في نقطه، مساله ان انا يعني الحفاظ على الحدود، يعني يقول لك انا مهمتي ان انا احمي الحدود بتاعتي دي، طب انا ليا اخوات يعني، ده قصه تانية، احنا نحاسبه احنا كشعب على ذلك، انما هو عايز انه يرد، طب يرد على ايه؟ انما احنا نحاسبه، نعم نحاسبه. نعم. طيب معنا الاخ عبده من مصر. استاذ عبده اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. احنا بنسال الشيخ عصام ايه اللي في وسعنا احنا كافراد نأديه. انا على المستوى الشخصي مثلا رحت الازهر وصلينا هناك وقمنا بالدعاء لإخواتنا وصلينا عليهم، وبعدين عملنا مظاهرة ووصلنا للتحرير وهتفنا لإخواتنا هناك، لكن إيه المطلوب بعد كده من إن الشخص العادي يعمله، خاصة أنت بتشوف المناظر اللي هي بتستفز الجميع، وطبعا ان في ناس زملاء وناس ولا يهمهم اللي بيحصل، واساسا يعني في واحد من بناشه فبيقول له هم اللي ضربوهم الاول، فما يستحقش النقاش يعني. فالمهم ان في ناس اساسا بتقول لك طب واحنا هنعمل ايه، ما احنا بنتفرج، ما في دوله وفي جيش هم اللي يتصرفوا. فانا قلت احنا كافراد يعني على الاقل نتكلم، على الاقل نرفع صوتنا ونقول ده غلط وده كذا، هل في استطاعتنا حاجه تانيه؟ وبعدين في عمليه التبرع، انا ما بثقش في الهلال الاحمر يعني. فبسال الشيخ عصام ايه المطلوب ان احنا نعمله. طيب تمام، شكرا جزيلا. السؤال الاخ عبده من مصر، مساله دورنا كافراد ايه اكتر من ان احنا ننزل مثلا نصلي في المساجد ونعمل مظاهره في الشارع والكلام ده؟ لا، الأصل إن الإنسان إذا كان يستطيع أن
يعني يشارك بنفسه يشارك، لم يستطع يشارك بالمال، لم يستطع بالدعاء، لم يستطع بالإعلام، لم يستطع بالتحرك والتحرك باسم القضية. لا، قضايا تفاصيل كثير كلمنا فيها على حلقات ماضية بإسهاب وتفصيل. صحيح. طيب، هو نقطة برضو مسألة عدم الثقة في، هو بقول إن أنا لا أثق في التبرعات اللي بتوصل للهلال الأحمر المصري، يعني مسألة عدم الثقة في إيصال التبرعات. يبحث عن مكان يثق فيه، عن جمعية يثق فيها، لأن إذا أنت مش واثق خلاص. لكن ده لا يسقط عنك التبرع ولا المشاركة بالمال. المهم أبحث عن وسيلة تصل بها. أي نعم. في نقطة أخرى الحقيقة وردت في كلام الأخ عبده، هي مسألة إن هو بيتناقش مع أحد يعني عارفه وبيقولهم بيقولوا له يعني هم اللي ضربوا الأول. الحقيقة ده يعني في سؤال برضو ورد على الواتساب بيتكلم في نفس النقطة. شيخ عصام الأخ بيقول إن بيقول يعني اللي ابتدى لهذا الأمر خاين ولغزة وهو السبب فيما يحدث وهو موالي للشيعة حسب ما يقول يعني في سؤال. فالرد على هذه النقطة يعني. يعني للأسف السياق لا يسمح بإني ده إنسان مغفل أو ساذج مضحوك عليه. يعني يعني إحنا النهاردة كأني أصلي ما كانوش هيعتادوا على غزة لولا طوفان الأقصى. طب وما من قبلها بأيام ضربين النساء في الأقصى، كنت فين أنت يا المتخلف؟ كنت فين؟ مين اللي بدأ؟ هما برضو؟ طيب، اللي من شهر مايو لشهر يوليو عدد الشهداء 450، منهم نسبة لا يقل عن 30% أطفال. مين بقى اللي كان بدأ؟ شيرين أبو عقلة. عملت إيه؟ الهجوم على المسجد الأقصى ومسيرة الأعلام. مين اللي بدأ؟ يا إخوانا أنا بستغرب من الصهاينة العرب اللي في وسطنا، الناس لا تعطيهم ريقا ولا كلاما ولا تعبروه، ارموا ورا ظهرك مثل هذا كلام فارغ تافه لا يخرج عن إنسان صاحب عقل. وإلا طيب يا جماعة، أقول لك أصل هو إذا خاين لغزة وعميل لإيران، طب وبعدين؟ سيبنا مفكنا من إيران وفكنا من كل الفصائل دي. السؤال اللي بيحصل في غزة ده حلال ولا حرام؟ موقفك منه ايه؟ معنا الاخ ابو احمد من مصر. ابو احمد اتفضل. لو سمحت ممكن اعمل مداخله مع الاستاذ مع الشيخ عصام تليمه. اتفضل الشيخ، سمعك. الشيخ عصام تليمه، انا احبك في الله وبحترمك من وبعرفك من زمان. يمكن عملت معك مداخلة قبل كده زمان لما كنت بكلمك على حكاية التوقيت بتاع رمضان، الكلام ده من حوالي 6 شهور أو حاجة، لما كان الشيخ بيقول لي وأنا مالي ومش عارف إيه وأنا هقعد على كل أداء. وينفع نحن كلنا اسمنا مسلمين نقف نتفرج على اللي بيحصل؟ يعني امبارح بس 600 شهيد في غزة، ينفع إن كلنا بس شاطرين نطلع نقول نولاد يتنججوا الكلام ده اللي إحنا فالحين فيه؟ امبارح هحكي لك بس حاجة بسيطة، كان في مباراة للأهلي وسيمبا، جماهير الأهلي قعدت تهتف لفلسطين والشهداء والأقصى. والله العظيم في قناة عربية لا داعي لذكر اسمها، جبت عليها في نفس الوقت كتموا صوت الجماهير. لشوف لدرجة إيه إن إحنا مش عاوزين نسمع الصهاينة صوت الجماهير أحسن يزعلوا مننا. بالله عليك إحنا مسلمين، بالله عليك هو ينفع الكلام ده؟ وينفع الكلام ده لكل المناظر اللي بنشوفها كل يوم في التلفزيون وكلنا واقفين نتفرج؟ واحد صاحبي يقول لي هو احنا هنروح نحارب عن فلسطين؟ فلسطين ايه يا جاهل؟ ما انت هتحارب عن المسجد الاقصى، مصر النبي. يا جاهل يا شويه جاهل يا اللي ما بتفهموش حاجه، معلش للالفاظ، بس ساعات الواحد بيخرج عن شعوره من المناظر اللي بيشوفها. والله العظيم بطلت اتفرج على الاخبار علشان ما اشوفش المناظر دي. والله العظيم كلنا هنسال يوم القيامه، كلنا هنسال من أولنا لأخيرنا، كل الزعماء وكلنا وكلنا هنسأل على اللي بيحصل في غزة. والله العظيم إذا سألت على رجولة اسأل على رجولة في غزة، إذا سألت على الشهداء اسأل على الشهداء في غزة، إذا سألت على المسلمين اسأل على المسلمين في غزة. المسلمين الشهداء الناس اللي متعلقين بربنا من المؤمنين رجالا صدقوا بعهد الله، مفيش اللي هم اللي في غزة. أما الباقي كله إيه قاعد ليه؟ عامل لي حفلات، عامل لي ماتشات، عامل لي مش عارف ايه. معلش انا ساعات الواحد بيخرج عن شعوره لان المناظر اللي الواحد بيشوفها كل يوم والقصف دي. والله العظيم الجيش الاسرائيلي كله على بعضه هوي،
نفاخه مليانه هواء من جوه، والله العظيم اجبن مخلوقات على وجه الارض. بس احنا فين؟ احنا في ايه؟ معقول احنا احفاد النبي؟ معقول احنا احفاد ابو بكر؟ معقول احنا احفاد سيدنا عمر بن الخطاب؟ معقول احنا احفاد؟ معلش بس ان انا طولت عليكم، بس انا عندي كلمتين لازم اقولهم عشان هتحاسب عليهم يوم القيامه. شكرا اخو احمد، شكرا جزيلا لمداخلتك. شيخ عصام، في اخ سائل بيقول يعني شيخ الاسلام العز بن عبد السلام لما كان هناك هجوم يعني على الامه من التتار، جمع الامه وحثها على مقاومه العدوان، وكان دوره فاعلا في قياده الامه. فبيسال بيقول هل دور الشيوخ حاليا الان يكتفون فقط بخطب الجمعه او مثلا بالكتابه على مواقع التواصل الاجتماعي، فهل هذا هو دور الشيوخ ولا المفترض ان هم ينزلوا الى الشارع ويقودوا الامه في هذا الظرف؟ يقول تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. من كان مستطيعا لفعل ولم يفعله يأثم شرعا. لكن هل فعلا المشايخ يستطيعون ان يفعلوا اكثر مما فعلوا؟ ليس كل المشايخ يقدروا. الحقيقه عشان نكون منصفين، يعني النهارده ينزلوا الشوارع ويحشدوا، تمام. طب واذا نزل المشايخ فقط وما نزلش الناس، فاعتقل او اوذي او عذب او يعني اتعامل فيه الناس من غير اي حاجه بتعتقل من بيوتها. ما نقدرش يا اخواننا نحكم على الناس بان والله اهملوا وقصروا، لان هل هذا في امكانهم حقيقه ولا انا وانت متصورين؟ طيب سيبك من المشايخ، ماتوا مش موجودين، اتفقدوا كلهم. دورك انت كمسلم ايه؟ نفس الحاله. ما انتش مستني، ما عندناش في الاسلام كهنوت بابا ولا مرجعيه. انت مسلم تعلم ما عليك، نفذ ما عليك، أدي ما عليك. أنت ستحاسب وكل أتي يوم القيامة فردا، هتتحاسب فردا وجماعة مع الأمة. أنت اللي عليك كفرد أديته خلاص، فاتقوا الله ما استطعتم. إنما أقدرش أقول للمشايخ والله يا جماعة قودوا الناس، زي الأخ اللي في الأول قال لنا إن شيخ الأزهر يخاطب الجيش. مين يا جماعة الكلام ده؟ خلونا يا أخوانا نقول كلام يعني يستطاع، يقدر يبني عليه عمل. الأهداف الخيالية الهلامية غير قابلة للتحقيق. ما تقولش والله أنا في رمضان ده سأقرأ قرآنا كثيرا. حدد تقدير كم جزء، قدرتك على كام، وقتك يديك قد إيه عشان تنجز. إنما الكلام العام ده لازم ننزل في الشارع، وبعد ننزل في الشوارع، تظاهرت وبعدين ماذا بعد؟ الخطوة اللي بعدها. فإذا كل واحد يستنفر بكل ما أوتي من قوة، ببدنه، بالمال، باللسان، بالقلم، بالدعاء، كل هذه أدوات، كل ميسر لما خلق له كما قال صلى الله عليه وسلم. كل اللي يقدر على دور يؤديه. أي نعم. يعني أنت النهاردة اللي كلمة فيها الفنان محمد سلام، دوره عمل إيه؟ موقف. الموقف ده يساوي قد إيه؟ كتير. من الصبح الناس لحد بكرة هتفضل تتكلم على هذا الموقف ويبقى ترند. ده في حد ذاته إيه؟ هل اقدر اطالبه بحاجه اكتر من كده؟ لو يقدر. لما طالب لو ما يقدرش خلاص ده اخره، رغم ان توابع هذا الفعل هتكون قاسيه عليه اقتصاديا وفنيا واعلاميا وغيره، مع ذلك عمله. هل اقدر اتهمه بالتقصير؟ ما اقدرش، لاني الاولى انا اسال نفسي ماذا علي قبل ان اسال ماذا على الاخرين. فيا اخوانا ما نقعدش دايما اين المشايخ، اين العلماء، اين هو. انت محتاج المشايخ في ايه؟ يقول لك ايه الرأي الشرعي؟ ما انت عارف الرأي الشرعي. هي قضية فلسطين انت تايه عن احكامها؟ حاش تايه. في اخواننا من عظمة ديننا ان في قضايا الضمير الاسلامي الحي اليقظ هو اللي بيحركك ليها. فما انتش محتاج المشايخ فاقوا، المشايخ ناموا، المشايخ خانوا، تظل انت في النهاية لابد ان تقوم بدورك. اي نعم. اخ سائل بيقول ايه هو الحل؟ يعني هل نسيبهم يخلصوا عليهم وبعد كده احنا نصلي عليهم صلاه الجنازه او الغائب؟ يعني اخ اخر بيقول انا عندي حاله من الاكتئاب الشديد، واصبحت يعني لا استطيع النوم ولا الاكل وما الى ذلك، ولا اعرف ماذا افعل. فسؤال يعني للشيخ عصام طليما حول مساله نصيحه لمن هم في هذه الحاله النفسيه بسبب هذه المشاهد للاطفال والشهداء. الحالة النفسية طبيعية، الناس تتأذى مما ترى وتجرح نفسيا وشعوريا وقلبا وعقلا،
ويبقى الناس قاعدة يعني حزينة، طبيعي ده معناه ان احنا اللي بيشوف ده انسان حي جواه قلب ينبض وعقل يتحرك ونفس ونفس تشعر بهذه الآلام، ده الإنسان المؤمن الذي إذا رأى شيئا تمعر وجوه لله وشعر بهذا الألم. إنما طيب يعني هذا الشعور، طب نعمل إيه؟ أنا نعمل إيه؟ قلت كذا مرة نعمل إيه؟ كل بما يستطيع، اللي في إيده حاجة يعملها. طب ما فيش في إيدي حاجة، خلاص في إيدك الدعاء، مواش حاجة بسيطة ولا هينة، لا شيء مهم ويعني كبير جدا عند من يدرك قيمتها. نعم. أخ سائل بيقول أرجو من الشيخ عصام توضيح معنى مسألة الولاء والبراء في هذه الأوقات وحكم من يوالي أعداء الله أو أعداء الأمة. الولاء والبراء أن يوالي الإنسان أهل الإيمان وأن يبرأ من أهل الكفر والطغيان. طيب إذا أيد أهل الطغيان والكفر على إخوانه المسلمين، كثير من العلماء المعاصرين يرون ذلك من ألوان الردة والعياذ بالله، وأنه يفرق بينه وبين زوجه ويدفن في مقابر غير المسلمين، كلام شديد جدا يا إخواننا. الناس اللي بتقدم على هذه الخطوة ولا يعلم أو يعلم عن عمالة، يعني النهاردة الكيان الصيني يؤيد دول عربية وحكام، فتوى الأزهر في ذلك أن هذه الإعانة لغير لهذا العدوان الصهيوني الإسرائيلي على أهل غزة وفلسطين يرون ذلك من أعمال الردة عن الإسلام والعياذ بالله والمروق من الدين، لفتوى الأزهر بالمناسبة مش فتوتي أنا، حتى كنت أستعجب أحس إنها جديدة الفتوى، لكن لما بنشوف آثار الخيانة في أمتنا تقول لا والله فعلا يستحق صاحب هذا الفعل المجرم هذه العقوبة، في إنه لا يصلح أن يكون عضوا في جسد الأمة بل يفصل عنها. أي نعم. أخ سائل بيقول عن مسألة التبرع، شيخ عصام بيقول طبعا السؤال ده احنا جاوبناه قبل كده بس مهم يعني نجاوبه على السؤال، مسألة هل يجوز لي أن أنا أخرج بعض من زكاة مالي إلى أهل فلسطين؟ نعم، لكن يحدد أنها على مستحق الزكاة. ومعظم أهل فلسطين في غزة تحديدا ممن تنطبق عليهم، سواء راحت لمستشفيات، راحت لفقراء، راحت لأيتام، راحت لأن تنطبق عليهم عدة مصارف من مصارف الزكاة، فهم فقراء معظمهم، مساكين، غارمين في الرقاب لأنهم يعني مستعمرين وفي سبيل الله إلى آخر هذه المصارف الثمانية في مصارف الزكاة. أي نعم. وقت الحلقة انتهى، نشكرك شكرا جزيلا لفضيلة الشيخ دكتور عصام تريمة من عمان الأزهر الشريف، وطبعا الشكر موصول لحضراتكم، إن شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.